أعزائي المشاهدين، مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج المطبخ مع حنان العالم. حنديروا اليوم ثلاث وصفات كالمعتاد. أول حاجة حتكون كوكتيل فواكه، والوصفة الثانية حتكون مكرونة بالبستو، والحلو حيكون بافلوفا. أول فقرة معانا اليوم هو كوكتيل الفواكه. زي ما نعرف نحن في رمضان نشرب في العصائر الطبيعية بكثرة لأن الصائم محتاجها، فالفراولة عندنا من العصائر المهمة على الفطور. اليوم حنديروا الفراولة كوكتيل بالفراولة، بس حنزيدوا لها حاجات أخرى وطعمة جديدة وحتعجبكم أكيد. حنوريكم المقادير. معانا هنا ربع كيلو دلاع، ما تتقيدوش ديما في العصائر برضو بالمقادير، زي ما تحبوا. المهم عندي نفس كمية الدلاع كمية فراولة. الفراولة واحد من اثنين لازم يكون مجمد في الكوكتيل هذا باش يعطينا قوام زي سموثي. يعني أنا مجمدة الفراولة وبشر عليها قشرة ليمون، وزي ما قلت لكم الليمون اغسلوا الليمونة قبل ما تبشروها عشان المواد الكيماوية اللي على القشرة. فواحد من اثنين يكون مجمد. وعندي هنا أربع ثلاث ملاعق سكر، اثنين إلى ثلاثة، يعني حتى الحلاوة متاع العصير أنتوا تحددوها. ومعانا عصير برتقال واتي جاهز يعني من العلب. عندنا حاجتين مهمات في العصير يعني هن اللي حيعطن طعمه. النعناع، نحن متعودين على النعناع مع الفراولة يعطي طعمة حلوة بكل، نقدر نكتفي به، بس الطعمة الجديدة اللي غريبة وحلوة وحتشربوه وتقولوا في حاجة حلوة، اللي هو الحبق، الحبق الفريش، حيعطيكم طعمة زي الموهيتو، يعني طعمة حلوة بكل. حنحطوا الفراولة الأول بتاعها مجمدة، الدلاع، السكر، كم حبة الحبق يعني هي اثنين أو ثلاثة، والنعناع. خلوا النعناع أكتر من الحبق ونصب العصير عادي. حنخليه يخلط ونشوف، يعني نضيف العصير بالتدريج، نبدو هكي ونشوفه. العصير زي ما تشوفوا هكي جاهز، القوام بتاعها كفاية. كباية العصير كانت مناسبة، الربع كيلو دلاع وربع كيلو فراولة، كباية عصير كبيرة كويسة. حتى حنحطوه في الأكواب ونشوفوا الشكل النهائي بتاعها. جبنا الكبايات الخاصة بالكوكتيل، هنعبوا لعند الآخر هكي ونزينوه شوية ويقعد جاهز. بس برضو حلو هو يتقدم أول ما تديري، عشان الفراولة مجمدة وعطيتها قوام فيه تلج، فيندار ويتقدم، ما ينحطش في الثلاجة، كان هيقعد عصير عادي يعني. بس حلاوة أنه هو يقعد فيه زي التلج. هيك الكوكتيل عندنا جهز، قدموه هو مسقع وإن شاء الله يعجبكم. ويلا نمشوا للطبق الرئيسي. توا وصلنا في فقرة المكرونة اللي اكتكم عليها، هي المكرونة بالبستو. السر في طعمة المكرونة هذه هي خلطة البستو. خلطة البستو نحن يعني اللي قاعدين برا يلقوا فيها جاهزة يعني في برطمانات، لأنها مشهورة بك، في منها أحمر وفي منها أخضر. الخلطة الأساسية هي الخضرة، بس ما فيش داعي نشروها واطي، لأن نحن في ليبيا عندنا الحبق متوفر
وفي اي جنان يعني ينزرع ويطلع بكثره، فما فيش احلى من الفريش، يعني ما فيش احلى من ان احنا نديره الحبق فريش. يعني هي عباره عن مكرونه بالدجاج، وممكن نستغنوا عن الدجاج وتقعد مكرونه نباتيه، يعني الدجاج هذه حاجه اختياريه مش شرط، لو بتزيد القيمه الغذائيه للمكرونه ممكن تحطي قطع صدور الدجاج. بس لازم نديروا الخلطه نتاع البيستو باش تطلع المكرونه طعمتها كلها بالصلصه الخضراء هذه. شنو هو مكونات المكرونه اليوم؟ اي نوع مكرونه بس مش سباجيتي، يعني يكون حراجيم ولا بينا ولا زي هذه سبيرالي احنا نقولوا لها، ودجاج اختياري ممكن تستغنوا عنه وتقعد نباتيه، المشروم وبصل والصنوبر والثوم والجبنه البرمجان مهمة. الصنوبر ممكن تستغنوا عنه بس هو أساسي في الوصفة ولأنه فيه قيمة غذائية عالية، بس ممكن تستغنوا عنه. وطبعا المكون الأساسي هو الحبق الفريش. حنبدو بالبستو. أول حاجة نوطي الصلصة بتاعتنا، حناخدو صنوبر عادي مش محمص، تقريبا 50 جرام أو عينك ميزانك عادي في الخلطة هذه مش مشكلة، يعني ممكن تزيد الحبق تزيد الجبنة، ما تتقيدوش بالمعايير، زي الصنوبر زي الجبنة تقريبا نفس المعايير 50-50. ثلاثة فصوص ثوم صغيرات، وتقريبا 150 ملي زيت، أو حطي زيت نص كباية تقريبا، وكمية كبيرة يعني وفيرة من الحبق. يعني أهم حاجة في الوصفة هذه هو الحبق، ناخذ باقة حبق مغسولة طبعا، وكل ما نكتروا كل ما الطعمة بتاع الحبق تكون قوية. هنكتفوا هيك تقريبا توا ونشوفوا كيف حتطلع معنا. هتزيد شوية، هنحط شوية ملح مش واجد وشوية فلفل أكحل، برضو مش ضروري بس أنا نحب نحطه في أي حاجة. صفرة الخليط قاعد معانا زي ما شفتوا ناعم، مش لازم تديروها في الشويطرة، ممكن حتى في الكاس، يعني في خلاط الكاس أو ممكن في المسحان، بس حيجد لو نديروا المسحان يجد الصنوبر يعني غليظ والحبق مش حينسحن كويس. أنا نحبه هيك يقعد، مش لما نحطه مع المكرونة يقعد زي الخلطة الكريمة هيك مش باين. هيك صلصة البستو عنا جاهزة، حنبدو توا نديرو المكرونة، مش حتاخد منا وقت، يعني سهلة وبسيطة وسريعة. حناخدو المكرونة نسلقوها قبل، فحنحط في المية ديما ملح، ديما في سلق المكرونة نحطو ملح مع المكرونة، وما نخلوهاش تطيب واجد، يعني المكرونة نخلوها الدنت، يعني لما نعض عليها شوية تجد مازالت فيها شوية اليبس، لأن هي مازالت حتكمل سوا في الطبخة. هنحط شوية زيت زيتون، ديما الأكل الإيطالي بزيت زيتون، وحنحطه بصل، البصل عادي قرديه مش لازم يعني مبشور، هيك مكعبات كويس. هنحط شوية ملح مع البصل، ديما لما نخلي البصل يتحمر نحط الملح، الملح يخلي البصل يطلع ميته ويتكرمل بسرعة، يعني يغير لونه. هنحتاج صدر دجاجة، كمية الدجاج زي ما تحبي، يعني صدر صدرين، ما تقيدوش بالمقادير، في الأكل المالح مش ديما المقادير مهمة. هنحط الدجاج يتقلى شوية مع البصل يتغير لونه شوية،
اول ما يبدا يتغير لون الدجاج بعدها نحط الفقاعة. الوصفة هذه انا تعلمتها من اختي، واول ما ذقتها يعني خلاص اعتمدناها كلنا تقريبا في العيلة، كلنا نديروا فيها. في وصفات اخرى طبعا بالبيستو الاحمر. البيستو الاحمر هو الفرق بتاعه بس ان هو في طماطم، يعني هو نفس البيستو بس حاطين له زيتون وطماطم، حتى هو جنبي وصفات حلوة بك. بس الاساسي في المطبخ الايطالي هو البيستو، هو البيستو. اي حاجه بالبيستو معناها عارف ان هي فيها حبق او ريحان بكميه كبيره. يعني نشوف المكرونه بتاعنا، ما نبغاش تطيب واجد المكرونه زي ما قلت لكم انها حتكمل السواء بتاعها مازال في صوص الدجاج. الدجاج بدا ينبيض معناها اللون بتاعها، يعني معناها بدا يطيب لما يتغير لونه. تو انا ممكن نضيف الفقاع ولا المشروب. نقلب شويه لحد ما يذبل والمشروم يطلع ميته هيك ويصغر حجمه يكش. طبعا ما فيش مشروم فريش في ليبيا انا عارفه، ممكن تحطوا المشروم المعلب عادي، هو مش نفس الطعمه طبعا، يعني المعلب يعني كانه هيك بلاستيك ما فيش اي طعمه، بس مش مشكله الله غالب. وفي ناس انا نعرفهم ما يحبوش المشروم، خلاص يستغنوا عليه بلاش، يعني مش ضروري. المشروم عندي ذبل، والدجاج ما نبيش نطول عليه واجد لان كثره الطهي خاصه صدور الدجاج ينشف، فمفروض ما نطولش عليه هيك كفايه نوقف. تو نضيفوا صلصه البيستو، نضيفوها كلها تقريبا ونشوف. خليها شوية تتقلى وتتعشق مع الدجاج والمشروم شوية هكي. بعدين الكريمة الطبخ، طبعا كريمة الطبخ غير كريمة الحلويات. كريمة الحلويات كده نسبة الدهن فيها 35 وفوق، كريمة الطبخ تكون 30 وأقل، يعني نقص شوي. فاللي ما عندهاش كريمة الطبخ يحط شوية دقيق مع الدجاج والمشروم، يحط كشيك دقيق وبعدين يضيف حليب، فحتى خاثر يعني حتى قد المكرونة خاثرة عندي، يعني الكريمة مش لازم. لو ما عندكش كريمة حطي كشيك دقيق وصبي حليب حيقعد عندك صوص تقيل، بس هي الكريمة طبعا أحلى في الطعمة وسريعة، يعني حتغلط مع الطبق شوية حتدير لك صوص. نحط الكريمة، شفتوا كيف قاعد لونها حلو؟ طبعا اللون هذا تحصله بس مع الحبق الطازة يعطيك اللون هذا، المعلب دي ما يعطيكش اللون الحلو هذا. نشوفوا مكرونتنا، لازم تكون الدينتي زي ما قلت لكم، اللي هي ايش نص الطيب، يعني مش نص طيب خلاص فضلها شعره والطيب. واجهنا ما زالت حطيب هنا، والوقت بتاع المكرونه تلقوه في العبوه بتاعها كم تاخذ دقيقه، فانتوا ما تاخدوش الدقائق بالضبط لانها ما زالت حطيب في الصوص. مش لازم تصفوها، يعني خدوها بميتها لان ميه المكرونه حتى هي تساعد ان الصوص يتقل. ولو لقيت الصوص البيستو بتاعك ناشف استخدمي ميه المكرونه، يعني ما ترميهاش ميه المكرونه تعزقيها على طول تصفي المكرونه، خليها شويه لان نخفف بيها ديما في صوصات المكرونه. خلاص هيك المكرونه بتاعنا زي ما شفتوا تعتبر جاهزه، يعني خلاص ما فيهاش اي خطوات اخرى، بس نخلي المكرونه تشرب البيستو وتطيب شويه اخرى وتاخذ اللون بتاع البيستو. نقدر انا ديما نتحكم في كميه البيستو، يعني لو شفتها شويه باهته نزيد البيستو مره اخرى اللي عندي، نزيد اخرى. حطوا شوية آخر حاجة هي رشة الفلفل الأكحل وخلاص هيك جاهزة. حنوريكم كيف نقدموها في آخر حاجة، بس مازال حاجة اختيارية هي مش لازم. أنا نحب نضيف لها شوية طماطم، لو يفضل عندك الطماطم الناشف اللي هو المجفف مشهور في إيطاليا، نحب نضيفه للمكرونة هذه. بس أنا عارفة أن في ليبيا ما فيش، تقدروا تاخذوا الطماطم الصغير وتنشفوه تحت الشمس،
يتجدد، يقعد زي الجديد، وبعدين يحطوا له مع ثوم وزيت ويستخدموا فيه في الاكلات. ما عندكش استغني عليها، ما عندكمش طماطم صغير هذا بس لانه يعطي لون حلو ساعه التقديم، لكن تقدر تستخدموا عليه تماما مش لازم. تو المكرونه جهزت خلاص، عباره عن نقدموها هي ساخنه، ما ينفعش المكرونه هذه تتقدم قبلها، زي اي مكرونه يعني تتاكل في الوقت. تقريبا خلاص كي ريحتها تهبل. اوكي، نحب انا شويه نضيف لها فلفل الحاركي كديكور يعني، نحب ناكله فضفته في المكرونه، ونحب نضيف لها شويه من شرايح البرمجان كشويه ديكور لها يعني نبشره عليها. هنحطوا البرمجان من فوق يعطيها طعم بزيادة حلو. هيك الطبق قاعد جاهز، بس نحب نحط له شوية طماطم عشان نحطوا له اللون، يعني شوية الألوان الأحمر نعكس عليها. توا الطبق الرئيسي جهزناه، وهيك الشكل النهائي المكرونة بالبستو. وتوا حنمشي الطبق الحلو اللي هو البافلوفا، خلوكم معايا. بعد ما كملنا طبق المكرونه بالبيستو، توجه دور الحلو اللي هو البافلوفا. البافلوفا هي عباره عن مارينج، يعني هو اساس مارينج، بس طريقه التقديم بتاعها بالفواكه وبالكريمه، بالكريم شانتيه او بالكريمه، سميناها بافلوفا. البافلوفا مقاديرها عباره عن سكر وبياض بيض، ما فيش اكتر من هيك، بس حنزيدوا حاجتين نحنا عشان يقعد قوام البافلوفا زي المارشميلو من جوا، يعني حنضيفوا حاجتين مش ضروري تضيفوا، يعني مش ضروري، بس ممكن تتقيدوا بالسكر والبياض البيض تطلع معاكم حلوه، بس لو ضفتوا حاجه ثانيه حنقول لكم عليها حتقعد البافلوفا من جوا طريه، يعني مش يابسه واجد. البافلوفا عشان تنجح معاكم محتاجين 4 بياض بيض، ولازم الصينية متاع الخلاط ما يكونش فيها أي دهن، يعني لازم تكوني حتى ممكن مررتي ليمة عليها ومسحتيها مش أحسن، عشان أي دهن تكوني أنت حاولتي تغسليها كويس. ويفضل ديما تستعملي الصينية الحديد الستيل، البلاستيك ما ينجحش مع المارينج، سواء البلاستيك ما يخليش المارينج ينفج، يعني لو المارينج بتاعك ما باش يمسك معناها مرات أنت مستخدمة صينية بلاستيك وأنت مش عارفة، والبلاستيك لأنه يمسك في الدهان واجد صعب تنظيفه. ناخذ 4 بياض بيض، حطينا هنا 4 بياض، عشان قلت لكم المارينج ينجح معاكم نضيفوا السكر بالتدريج. عندنا 4 بياض مع كوب سكر، حنجيبوا الطبق نتاع البافلوفا حنحطوها في الطبق نتاع الكوشه، يعني الطاجين نتاع الكوشه، وحنديروا ملون طعام لان حنخلي لونها شويه بودري. طبعا البافلوفا تاخذ وقت في الكوشه، بس يعني هو درجه الحراره مش عاليه، هي كلها 100 حتاخذ ساعه الى ساعه وربع، لما تجد البافلوفا كبيره حتاخذ تقريبا ساعه وساعه وربع، ولو البافلوفا صغيره درتيها قطع صغيره ما تاخذش اكثر من يعني 50 دقيقه كفايه عليها. بالنسبه للبافلوفا ممكن تحطي لها اي نكهات، يعني ممكن تحطي لها كاكاو، تحطي لها لوز، انا حنحط لها لون باش نخليها شويه لونها يطلع بينك، وعشان نحولوا الريحه نتاع البياض حنضيفوا ملعقه ليمون صغيره، وحنحط بشر ليمون عشان يمشي مع الفواكه اللي انا حنحطها معاه.
وانا هنا في ملعقه الخل، النشا هذه هي اللي حتعطينا القوام زي المارشميلو، القوام اللي تكه من جوا تقعد رطبه، هو النشا هو اللي يعطي لي. لو ما عندكمش نشا عادي استغني عليها الخطوه هذه. طبعا حنستنى على المارينج لعند ما يجمد، يعني حنوريكم امتى نوقف الخبط. ما نوقفوش الخبط الا والخلاط يعطينا زي المنقار، احنا نقول المنقار معناها المارينج بتاعك جاهز. ونكون طبعا الكوشه مسخنينها على درجه 120 في الاول، هنحط البافلوفا وخمس دقائق 10 دقائق بعدين نوطوا على درجه 100. البافلوفا تبي 100، يعني الحلوانيه شنو يديروا لان الكوشه بتاعهم تشتغل طول اليوم، يديروا المارينج اخر حاجه ويطفوا الكوشه الفرن بتاعهم ويحطوا المارينج لعند ثاني يوم في الصبح. يعني المارينج يبي درجه حراره هاديه، فهم ما يولعوش في الفرن عليه، يخلوه لدرجه حراره الفرن اللي هي عاليه طول اليوم، تكفي ان هي تطيب المارينج او البافلوفا الكبيره لعند الصبح. يعني هو لما نطلعوه من الكوشه المارينج ما نطلعوش على طول، ما نخلوش ياخذ صدمه من اختلاف درجه الحراره. يعني تطفي عليه وتخليه يبرد في الكوشه، خليه يبرد ما تستعجليش عليه ما تطلعيش. هو زي الشيز كيك في نوع من الحلويات ما يبانش صدمه، يعني ما يبانش تغيير درجه حراره على طول. نشيكوا عليه نشوفوه وصل القوام اللي نبوه. شفتوا هيك قعد متماسك خلاص. يعني هنحط له بس شويه انا هنحط قشور الليمون والعصير الليمون شويه. هنحط ملعقة النشا ونحركها وخلاص هيك واتية، ونحط معاها شوية لون أحمر، بس نحط منها قطرة باش يعطيني لون بيك شوية، نعطوا لون للبافلوفا شوية شوية بيك. نحرك البافلوفا ديما شكلها عشوائي، يعني مش لازم، ممكن تديريها بالقمع تديريها شكل هكي، بس في العادة هذا الشكل الكلاسيكي بتاعها. لما تسمعوا بافلوفا على طول أو تشوفوها في الكتب الطبخ ديما موجودة، يعني من الوصفات اللي موجودة في أي كتاب طبخ، وصفات كلاسيكية. خلاص نوزعها بطريقة عشوائية هكي، ونخلي شوية القاع شوية نازل هيك هابط شوية، لأني أنا ما زلت بنحط كريمة أو كريم شانتيه وبنحط فواكه فوقها وهي باش تقعدي زي القاعدة تقريبا هيك. خلص تو حنحطوها في الفرن زي ما قلت لكم 120 10 دقايق. حجم البافلوفا هذا كبير، لو أحجام صغيرة نقصوا، يعني هي حتاخد تقريبا ساعة وربع. لو أحجام صغيرة قسمتي أحجام صغيرة ممكن تاخد منك 50 دقيقة ساعة بالكثير. حنخلوها 120 ونوطوا شوية، بعدها بعد 10 دقايق درجة حرارة 100 لعند ما تنشف البافلوفا، وما نطلعوهاش من الفرن، نخلوها تبرد فيها. البافلوفا بتاعنا حتاخد طبعا ساعة في الفرن في الكوشة. حنوريكم صوص نصبوه فوق البافلوفا. اللي شاف الحلقة اللي فاتت أنا درت صوص بالتوت بالفرابوز أو بالتوت، تو حنديروا نفس الصوص بس بالفراولة، نفس المقادير، ربع كيلو فراولة يعني جمدة أو طازة ما يفرقش معانا. هنحطوا عليها نص كوب سكر، نص كوب سكر وحنخليها شويه تطلع ميتها. بس زي ما قلت لكم امس انا ما نبيهاش تقعد مربى،
يعني هي الفراولة الجام تطلع في مية، فهنخليها تطلع ميتها بس ما نخليهاش تعقد نين تقعد مربع. هنحطوا لها نحن مازال كشيك نشا مذوب في شوية مية حيخليها تمسك، وحنحطوا لها شوية الفراولة دي ما تبي شوية ليمون، الليمون يقوي طعمة الفراولة يعطيها طعمة أحلى. فحنضيفوا شوية ليمونة معصورة أقل من نص يعني، ونخليها شوية على النار لحد ما تذبل الفراولة وتهبس، ونستنى شوية لحد ما يغلط الصوص بتاعي زي فكرة الكسترد يعني، لما نحط نشان نستنى شوية لحد ما الشاي يطيب باش يغلط، وبعدها نطحنها. هنطحنها زي فكرة الصوص التوت اللي وريتها لكم أمس، نطحنها في خلاط الكاس أو في الشويطرة أو بماكينة الشربة، كلها عادي كلها واحد. صوص الفراولة توا عندنا عقد، نحطوه في زي ما قلت لكم أنا في الشويطرة ولا في الكاس، حنطحنه وحنخليه يبرد قبل ما نحطه على البافلوفا. هيك هذا الصوص حيقدر يعني تستعملوه فوق الشيس كيك، فوق أي كيكة، لما يجمد في الثلاجة حيقعد غليظ وقوامه حلو يعني متماسك. شوية أخرى تقريبا هيك تمام الصوص تمام. في ناس تحب تصفيه باش تحول اي بذور بتاع الفراوله، بس انا ما نحبش يعني، نحب ناكلهم ما فيش داعي. هذا الصوص عندنا جاهز، حنحطه توا في الثلاجه عشان يبرد قبل ما نزين به البافلوفا. البافلوفا جاهزه توا، خليتها في الفرن بردت تماما يعني ما ينفعش نطلعها ساخنه زي ما قلت لكم، هيك جاهزه عندي. هنبدا بتزيينها. البافلوفا اديريها اخر لحظه يعني، لو عندك بوفيه اديريها قبل ما يجوا الضيوف، ما ينفعش تديريها وتخليها في الثلاجه لان المارينج حيطرى ويذوب لانه هو عباره عن سكر. انا هنا جبت كريمه حلويات اللي هي نسبه الدهون فيها 35 وفوق، على كل كوب كريمه تقدر تحطي كشيك سكر الى كشيك ونص، وتخبطيها لعن ما تتماسك. ممكن مكان الكريمه تستخدمي كريم شانتيه، انا ما حطيت لهاش اي منكهات، سكر بس، عباره عن كريم فريش انا اللي استخدمته هنا، وتقدروا تحطوا الكريم شانتيه ما فيش اي مشكله. هنوزعها هيك، حاب نحط شوية الصوص نوزعه تحت الأول عشان لما ياخذوا قطع الفواكه يكون في صوص تحت. بعدين نوزع الفواكه عندي بطريقة عشوائية، أي فواكه عندك في الموسم تستخدميها يعني، وحلوة يكون فيها ألوان يعني، كل ما يقدر عندك ألوان الأخضر والبرتقالي والأحمر وكي تجد منظرها هيك مفرح يعني، حتى لو عندك مانجا ممكن تستخدميها. أنا كل الفواكه اللي لقيتها عندي حطيتها، ما فيش قاعدة يعني للفواكه، أي حاجة تحبيها. شكله اوكي. هنزيدوا عندنا برضو الكرز، احلى حاجه الكرز لما يقعد مازال العيدان بتاعتها فيه، تفضل احسن. نزيد شويه الفراوله، نبوا لون احمر اخرى، هنزيد الاخضر عشان الصوص احمر فلازم نكسره بشويه لون اخضر، كيوي يكسر لنا اللون شويه اوكي، والرمان كلها بطريقة عشوائية يعني، ما تقيدوش بسيستم معين، حطوا الفاكهة زي ما تحبوا. نحب أنا نحط صوص أخرى فوق شوية هيك، هو بدأ ينزل، أحلى حاجة إنه هو بدأ ينزل من الأجناب. رش عليها شوية فستق عشان اللون الأخضر يزيد، وحبات الفستق شوية، ورق نعناع زي ما قلت لكم اللون الأخضر مطلوب باش يكسر الأحمر.
هيك طبق البافلوفا قعدواتي، الالوان فيه حلوه وزاهيه ولكم حريه التشكيل، يعني ممكن تديروا صوص الفراوله، تديروا توت، تديروا مانجا زي ما قلت لكم، تحطوا لها مانجا، برتقال، اي فواكه عندكم انت ممكن تلعبي فيهن وتحصلي على نتيجه حلوه. أعزائي وصلنا لنهاية الحلقة اليوم اللي قدمنا فيها كوكتيل الدلاع مع الفراولة، وحطينا له شوية نعناع وحبق، والوجبة الرئيسية كانت مكرونة بالبستو. وريناكم كيف تديروا البستو من الأول يعني في الحوش، والحلو اللي هو البافلوفا، حلو سهل وسريع وجميل خاصة لما يكون عندك بوفيه أو حابة تزيني الطاولة متاعك نوع مميز، حابة أنك أنت تجربيه وتعطيني رأيك. أعزائي انطلاقوا بكرة في حلقة جديدة من برنامج المطبخ مع حنان العالم، إلى اللقاء.